في هاد لا فيديو هادي غنوريك كيفاش تختار اسم العلامة التجارية ديالك في ثلاثة الخطوات. ملي كنقول اسم، اسم غيكون براندد بحال امازون، بحال اي باي، بحال يوتيوب، بحال نتفليكس، بحال فيسبوك. فقط اللي عليك غادي تتبع معايا، وانا اي معلومة عطيتها ولا اي حاجة اي تول استعملتها في هاد لا فيديو فغنخليها لك في لا ديسكريبسيون. اوكي، دونك تبع معايا لا فيديو حتى الاخر وغادي تفهم كل شيء، وفي ثلاثة الخطوات غادي تولي عندك اسم تجاري بحال العلامات التجارية الكبار. يلا اجي تبع معايا. اول حاجه غنديروها باش نختاروا اسم تجاري البيزنس ديالنا، كنجيو لجوجل ياك كنكتبوا نايمي كنديروا اوكي، كيطلع لينا هذا السيت هذا الاولاني هو هذا. اوكي، هنا في ثلاثه ديال الخطوات غادي نختاروا اسم العلامه التجاريه على كل شخص اش من نيش كيخدم فيه. لنفترض مثلا انت كتخدم مثلا في الحوايج، اولا كتخدم كتبيع، عندك براند ديال الصبابط، عندك براند ديال المكياج، كيف ما كان اول حاجه خصك تختار الكيورد، يعني واحد الكلمه مفتاحيه باش لو سيت يجينيري لك دوك الاسماء، يجينيري لك الاسماء ديال النيش اللي انت بغيتي. مثلا نمشي ندير هنايا الكلوتين، اوكي غنجي لهنا غندير جينيريت داكو، طلع لي ليطاب الثانيه شنو هي. هو كيقول لي لو سيت اختار لي النيم اللي بغيتي تختار، واش سميه صغيره متوسطه او لا كبيره. نديرو مثلا انوريكم هادو كاملين، نوري لكم نديرو لو ونديرو نيكست. الحاجه نيو ستايل، نيم ستايل قال لك هنايا لو سيت، كيقول لك يعني كيساعدك كيقول لك كيفاش بغيتي نتايا داك السميه ديال البراند ديالك، واش بحال جوجل او رولكس، واش بحال تويوتا او اودي، بحال فيسبوك بيتكوين، بحال ابل امازون، بحال فيديكس ولا مايكروسوفت، ولا بحال ليفت ولا فايفر. انت غادي تشيكي هادشي هذا كامل، يعني دابا انا ملي نعطيك هاد لي زانفورماسيون غادي تجلس مع راسك وغاتشيكي اي حاجه حتى تلقى السميه اللي انت اقتنعتي بها. نديرو مثلا الاولانيه، غنجينيرو وندير جينيريت. هنا غيطلعوا لي بزاف ديال الاسماء وغنبدا نقلب، غنبدا نقلب، نهبط 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 ونقرا، نهبط ونقرا، نهبط نقرا، نهبط نقرا، نهبط نهبط. انا غادي كنهبط حتى نشوف السميه اللي بغيت نديرها في البراند ديالي واقتنعت بها. ملي غادي نختار السميه، انا نقولها لكم، ملي تختار السميه شنو خصك دير. مثلا اختاريتي هادي، هادي كارمورا، هاد كارمورا ملي تختارها شنو خصك دير؟ غتمشي لشي سيت ويب كيبيع لي دومين، بغيتي دوت كوم راه كاين في نايم شيب، راه يتقام عليك، يتقام عليك الدومين بواحد 9 دولار، ولا استعملتي واحد الاكستنشن سميتها هاني كتعطيك واحد دي كوبون اللي ناقصين، تقدر تنقص لك دولار، ناقص دولار، المهم نقصت لك دولار راه تقدر تزيدو في الاس ونتايا راك بخير. بغيتي مثلا من شركه مغربيه تاخذ منها الدومين، ممكن تاخذو من كاب كونيكت، راه فيه دوت ام ا دوت كوم دوت اورغ دوت نت، غير هو لو بري شويه زايد على نايم شيب، لان بالتي في غيقدر يتقام عليك حتى 141 درهم الدومين. داكو، نشوفو هاد كارمورا، نشوفو هاد كارمورا ونديرو نايم شيب. اوكي، نديرو نايم شيب وغادي ندخلو، ضروري ضروري خصكم تشيكي ونديرو كار مورا. هاهي ياك، هذا هو السميه مثلا اختارينا، اختارينا هادي كار مورا، ها هو غادي نشوفو هنايا واش كاين. شوفو هنايا شغالي، ها انت كار مورا دوت بروتكشن ديال 2048 دولار. اوكي، هنايا يعني هنايا الاسماء صراحة عندهم قيمة كبيرة، ولكن ما تخافش غادي هي دوت اورغ، راه ممكن تاخذ هاد دوت اورغ، اورغ راه هي مزيانة ب7 دولار، ولكن إلا مشينا للكاب كونيكت، المهم جوجل غيصحها ليا، هاهي، وغادي نجي لهنا وغادي ندير كار مورا، وندير روشيرش، هاهي طلعت ليا، دوت كوم مكيناش، كاينة دوت نت ودوت اورغ. دوت كوم مكيناش، ولكن كنتي تخدم بهاد السميه في المغرب راه ممكن تسيليكسيوني دوت ام ا، يعني تشري دومين دوت ام ا. المهم في هاد الفيديو الا ما عرفتوش كيفاش تشريو زعما الدومين وتفيريفيو، خليو ليا في لي كومونتير ونقدر ندير لكم حلقه خصيصا كيفاش تشري الدومين من اي بلاتفورم. اوكي، غنرجعو للو سيت ديالنا ونمشيو نديرو عاوتاني كرييت نيو نيمز وغنرجعو. اوكي، نختارو مثلا
ميك اب لايك ذيس يس، نديرو مثلا ميديوم هنايا كيفاش غادي. ها هي مثلا نختار شي، صراحه الناس اللي تيديروا اللي عندهم براند مثلا ديال المايك اب راه هنايا شو السميات كي دايرين، يعني صراحه اسماء رائعه. وانا شخصيا ملي اول مره كنت بغيت نبدا الاي كوميرس صراحه خدا لي وقت طويل، وقت كتير باش انني نختار السميه اللي نقدر نخدم بها انايا في الاي كوميرس لوكال. دونك كتولي تقلب مثلا كذا شوب دوت كوم، ولكن ديك شوب من الاحسن حيدها. وانا يجب لكم الحل في هذا لوسيت اللي غادي كاع مازال تستعمل كاع ديك شوب، مثلا يو شوب ماروك، ولا مثلا ستور فاشن شوب. داك الشيء حيدو، داك الشوب حيدو، راه لي براند الكبار راه ما تيخدموش بديك. مثلا واش شتي مثلا امازون شوب؟ لا، امازون دوت كوم. اي باي شوب؟ لا، اي باي دوت كوم. علي بابا دوت شوب؟ لا، علي بابا دوت كوم. فهمتي؟ ديك شوب حيدها، اي واحد غيشوف هاد الفيديو من اليوم فصاعدا ما بقاش يستعمل ليا ديك شوب. اي استعمل اسم براند دوت كوم ولا دوت ام ا، باش حتى الا بغى يخدم على شي براند من هنا للقدام مثلا، سوا يخدم هي بيزنس اي كوم لوكال، ياخذ سميه ويجينيري ليها، ياخذ ليها الدومين، وكل عام يبقى يجدد داك الدومين. نهار يكون عنده داك يكون عنده داك الاكتفاء الذاتي باش انه يصاوب واحد البراند، ديك السميه يبرانديها ويخدم بيها. اوكي، بالنسبه للناس اللي كيخدموا الميك اب، ها هو راه بزاف ديال الاسماء هنايا، هاي فيكسيب بريت، المهم اسماء صراحه واري 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 بزاف، هاي فليف. المهم هنايا اي واحد نرجع عاوتاني ونديرو مثلا بغيناه بحال فيسبوك ولا بيتكوين. اوكي غنشوفو كيعطينا. ها ماشي فيس اب، فهمتي؟ ها هما اسماء رائعه جدا رائعه صراحه. هاد لوسيت هذا عجبني، وهاد الفكره هذه عجبتني بزاف، داكشي علاش قررت انني نبارطاجيها معاكم وما تبقاش عندي بوحدي، يعني نتابعها مع الناس اللي عندنا في لاشين يوتيوب ويستافدوا منها، باش حتى كاع الا كان عنده واحد الاسم اللي هو اختاره وما راضيش عليه، فهذه فرصه ملي يشاهد لا فيديو وغادي يختار واحد الاسم رائع ويدخل قبل ما يكري بيه ستور وميقاد بيه باج لا فيسبوك لا انستغرام، يتشيكي للنوم دو دومين هنايا ولا هنايا. هنايا راه ممكن تيليشارجي واحد الاكستنسيون، ها هي شنو سميتها هاني. ها هي هانتوما شوفوا معايا هاني، ها هي هاني، هادي راه اكستنسيون، هادي دير اجوتي هاد الاكستنسيون هادي. واي مثلا وقت ما جيتي مثلا لهنايا النايم شيب وبغيتي تشري دومين، راه كتجي لهنا كتورك على بحال هادي، كديرها صافي كتخدم لك، كتخدم لك ديك الاكستنسيون، كتبقى تجيني لك دي كوبون، وتقدر توصل لواحد الدولار. مثلا كانت ب 8 دولار غتاخدو مثلا نتايا غير ب 7 دولار، وديك دولار راه تزيدها في الادس راه تجيب لك مبيعه. اوكي نرجعو نختارو مثلا هنايا، نديرو شوفوا مثلا الأحذية. هاهما عاوتاني، هاهما صراحة أسماء رائعة، أسماء جد جد جذابة، كتجذب و سي تخي فاسيل باش أن الزبون يبقى عاقل عليك. وماشي بالضرورة تكون براند مثلا غير ديال البيع، راه تقدر دير براند تا ديال الميديا، براند ديال شي سيرفيس، براند أي حاجة، سوا في أرض الواقع مثلا بغيتي تحل متجر في أرض الواقع، ممكن تستلهم الاسم من عن طريق هذا الموقع هذا اللي شرحت لكم، وتبقى خدام بها مزيان وتبرانديها والناس كلهم يعرفوك بها. والجميل في الامر هنايا غير حاول تاخذ واحد الاسم بتمعن على حسب الثقافه المغربيه، وسهله تكون عندك في النطق باش الناس ملي بغاو يريكومونديوك بطريقه سهله وبطريقه اللي تنفعك انت في البيزنس ديالك وتزبد به لقدام. اوكي الاخوان، صراحة هادو ثلاثة الخطوات اللي ممكن تختار بيهم. تقدر نتايا ملي تبغي تختار جرب هادو كاملين حتى تقتنع بالاسم اللي نتايا بغيتيه، وغتمشي تشيكيه. انا قبل ما تكري ستور بيه، قبل ما تكري ولا سيت ويب بيه، ولا باج فيسبوك ولا سميتو، سير تشيكي شوف الدومين نيم واش كاين، ملي كاين خودو، وديك الساعة سير باشر العمل ديالك. بالنسبة لهاد لوسيت راه نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون، فقط شاهد يلا فيديو وشوف كيفاش خدمت انايا، وديك الساعة دخل لو سيت وجينيري لي انت واحد الاسم للعلامة التجارية ديالك
وبدا العمل ديالك باحترافية بحال العلامات التجارية الكبار، امازون، اي باي، علي بابا، علي اكسبريس الى اخره، وخدم شي برودوي زويوان اللي ما يحاشمكش مع الكليان. كنتمنى لكم التوفيق، ما تنساوناش من التشجيعات ديالكم، لايك، كومونتير، وبارطاجي هاد لا فيديو مع اي واحد باغي يبدا واحد البيزنيس، ولا باغي يبدا واحد البراند، ولا باغي يبدا حتى الاي كوميرس لوكال ولا دروب شيبين. فهاد لو سيت ممكن يستلهم به افكار ولا اسماء عديده بحال لي براند كبار، جوجل، رولكس، تويوتا، اودي، فيسبوك، بيتكوين، فيديكس، مايكروسوفت، ليفت، فايفر، ابل، امازون، اي حاجه. وديك الساعه يختار سميه هو ويتبع الخطوات ويخدم على راسه. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.